بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ إن شاء الله في سلسلة كده منفصلة هتبقى خاصة بالسكيورتي، ونجيب فيها شوية التريكات والمعلومات اللي هي تفيدنا إن شاء الله في جزء السكيورتي. طيب، أول حاجة عندنا الفرق ما بين الريد أونلي أيتم والديسبلي أونلي أيتم. طيب، هو في أيتم اسمه ديسبلي أونلي، ولكن مفيش أيتم اسمه ريد أونلي. الريد أونلي هنا عندنا أوبشن. طب إيه الفرق ما بينهم؟ وإيه المزايا بتاع الاتنين؟ واستخدامهم في إيه؟ تعالوا نجرب سوا. عملت أيتم ديسبلي أونلي، الايتم ده نوع ديسبلاي اونلي، تمام، وعملت ايتم تاني انا سميته ريد اونلي، هو عباره عن تكست فيلد، تمام، رحت على الاتريبيوت بتاعه ريد اونلي خليتها اولويز، فبالتالي ده ديسبلاي اونلي وده ريد اونلي. ايه بقى المزايا في الاثنين؟ الابكس تعمل لك اكتر من ميزه. اول حاجه في الشكل والديزاين، عملت لك ايتم شكله جميل جدا، تمام، واستخدمت الكلاسات بتاعته. لو بصينا على الاثنين هلاقي بس كلاس اسمه ديسبلاي اونلي وايتم او ابيكس ايتم ديسبلاي اونلي، ونفس الكلام بالنسبه للريد اونلي، نفس الكلام. طيب ده الفرق بالشكل زي بعض. طب بعد كده اولا بيعمل لي حمايه، فانت ما تقدرش تعمل سيت فاليو للايتم اللي هو ديسبلاي اونلي، لان ده الطبيعي انت عامله عشان يقرا بس، فمعلش ما تغيروش. فانا غيرت الايتم دلوقتي عن طريق دايناميك اكشن، ولو حاولت دلوقتي اعمل سبميت هيدينا الرساله اللي احنا عارفينها ان انت السيشن بروتكشن بتاعتك بتحمي الايتم ده لان انت عامله ريد اونلي. الاثنين زي بعض ولا لا؟ الاثنين فيهم نفس الخاصيه، ولكن الايتم اللي اسمه ديسبلاي اونلي بيخيرك ان انت هل انت عايز تبعته للسبميت ولا لا، عكس الايتم اللي انت مبصيله البروبرتي اللي اسمها ريد اونلي. الريد اونلي ده دايما هيستدعيه او دايما هيبعته وانت بتعمل سبميت، فالسبميت دلوقتي عمل ريد اونلي. الثاني بقى اللي هو الديسبلاي اونلي عباره عن اوبشن، انا ممكن اقول له ابعته وانا بعمل سبميت او لا. فدلوقتي لو حاولت اعمل سبميت تاني كده دايناميك اكشن، غيرت القيم وبعدين سبميت، جات لي الرساله من مين؟ من الديسبلاي اونلي. يبقى ده الفرق ما بينهم يا جماعه الوحيد. الريد اونلي اوتوماتيك بيبعت القيمه بتاعته وانت بتعمل سبميت، انما الديسبلاي اونلي لا، ممكن وممكن، ولكن الاثنين في نفس الطريقه بيمنعك ان انت تغير القيمه بتاعتهم، تمام، وبيعمل لك كلاسات بتخلي شكل الجزء بتاع ديسبلاي اونلي او الريد اونلي شكله جميل. ده الجزء اللي احنا كنا عايزين نتكلم عليه النهارده، الفرق ما بين الريد اونلي والفرق ما بين الديسبلاي اونلي. وخد بالك هتقول لي طب ما انا غيرت بالدايناميك اكشن الريد اونلي وجيت اعمل سبميت اقدر اوقفه، طب هل ده هيخليك مثلا تاخد القيمه بتاعته؟ لا، هو ما بيشوفهاش اصلا ساعتها. فلو انت عامل القيمه دي عشان تنبسط اي حاجه او توصيها لبروسيس ولا اي حاجه مش هياخدها. فمش معنى ان انت تحيلت على الموضوع وقدرت تغيرها بقى بالشكل بتاع الريد اونلي، لا. فهمنا كده يا جماعه المزايا بتاعت الريد اونلي والديسبلاي اونلي والفروق ما بينهم. نتقابل ان شاء الله في دروس قادمه في جزئيه السكيورتي. السلام عليكم.